عدة إجراءات جديدة شهدتها عمليات تسجيل الناجحين الجدد في شهادة البكالوريا هذه السنة، أبرزها تقليص عدد الرغبات المطلوبة من 6 إلى 4 رغبات فقط، وهو الإجراء الذي استحسنه الطلبة لعدة أسباب. سورتو كي زادوا داروا لهم باللي التاكيد على دوك الاختيارات يسمى عطاو لهم فرصه اخرى، اذا ما خرجوش هذوك كات شوا عطاهم لي شوا اخرين. انا نقول هذا الاختيار مليح. الاجراء الجديد يمنح فرصه ثانيه واخيره للطلبة الذين لم تسمح لهم معدلاتهم بالحصول على إحدى رغباتهم الأربعة بالاستعانة بأربع رغبات أخرى، وهو ما دفعهم للتساؤل عن مصيرهم في حال رفضت خياراتهم للمرة الثانية في ظل إلغاء الوزارة لعملية الطعون. سؤال أجاب عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار خلال إعلانه انطلاق التسجيلات الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد. المرة الثانية سيكون توجيه نهائي، ما عندوش، لأن أعطينا له فرصتين. أنا شفت حالات عنده 14 معدل وطلب 10 وما ادى حتى واحدة وما جات حتى واحدة، لأن كلها فوق 14، يلقى نفسه وهو معدل مرتفع، معدل جيد جدا، ومع ذلك لا يستطيع أن يسجل. وكنا فعلا نعاني من هذا المشكل هذا. لهذا عندما نفرض على كل طلب أنه معليش يطلبوا واش يحبوا، ولكن يطلبوا واحد من ضمن المعدلات التي يمكن أن يسجل فيها، باش في حالة إذا ما لقاش على الأقل عنده تخصص يسجل فيه. إجراء تقليص الرغبات هدفه الوصول بعد سنوات إلى إمكانية منح الطالب خياراً واحداً ووحيد يتناسب ورغبته في التكوين الجامعي.